عاوز يصور ده المتاح هو اللي ممكن يصوره. زي ما انت شايف احنا دلوقتي في كوريدور، وبعد الكوريدور دخلنا على المخزن. المخزن بابه صغير ضيق لان ده مخزن، تمام، وفي نفس الوقت متغطي بقبو فولت. كان ممكن يعمله بخشب بس قال لك لا ما ينفعش يعمله بخشب. ليه ما ينفعش يعمله بخشب يا معماري؟ يقول لك عشان خاطر الخشب ضعيف، لو انا حملت عليه في الدور اللي فوقيه هياخد الـ الـ الحاجات المتخزنه وهينهار. شوف بقى الذكاء المعماري، فعشان كده عامل السقف اهوت على شكل قبو. طبعا انتوا عارفين الماتيريال الحجر ما ينفعش يمشي معايا افقي، فعشان احمل عليه لازم يلف معايا دوران، تمام كده اهوت. فهو عامله بالشكل ده، وفوق طبعا عامله افقي، يعني هو عامل زي ما يكون دبل روف او دبل، تمام، اللي هو سطح فوق بعضه اتنين، بحيث ان هو هيخزن اهوت وفي نفس الوقت هيخزن فوق. فما كانش يقدر يعمل السقف خشب، لان الخشب ما كانش هيستحمل الاحمال اللي واقعه عليه. عايز تبص عليه كده اهوت، واللي عاوز يصور يصور. طبعا فتحات الصغيره الموجوده دي عشان خاطر التهويه.